سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ويتبعوا ما له تسجيرا Thank you.
أهو بالخير كان
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهارين
يوم مصر مكان للنبي. اقرأ كتابك. What?
وَمَا
لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقوي مهوراً مخذولاً. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا
وإما طائرنا عنهم ابتغاء
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء لا
هو فينا هناك يا رب. يا رب يا لهم كان خطأ كبيرا. Mm-hmm.
ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر I'm gonna